القصة إنه كان هالبيت ساكن فيه زلمة ورتانوا عن أبوه وكان عنده 4 أولاد. معناتها القصة بتبدأ من عند هذا الزلمة. هيك حكت أمي بعد ما طلعنا من البيت، وهالزلمة أخذ مرته وابنه اللي ضل وطلعوا بليلة ما فيها ضوء قمر. طيب شو اللي صار؟ ليش ما ضل عنده غير ولد واحد؟ وين راح أولاده؟ اللي صار إنه حوالين البيت كان في كلب وكان معه جاره صغير وبيضلوا بيعوا طول الليل. شو كان لون الكلب؟ الكلب كان لونه أسود. هذا اللي كنت حاسب حسابه. وبعدين شو اللي صار؟ اللي صار إنه هالزلمة عمل فيها قبضاهي ورجال وطلع قوص الكلب وترك الجرو. طيب أم رياض، شو دخل البيت واللي فيه بالكلب؟ أنا عرفت. كملي أم رياض. هلأ هي الحادثة صارت 3 الصبح يوم الجمعة، خليكم متذكرين معي هذا التوقيت. الجمعة اللي بعدها الساعة 3 الصبح لقوا ابنه مخنوق بتخته ولونه أزرق وما عرفوا سبب موته. لا ما شو الحكي هاد؟ لك مو هون القصة، القصة إنه الجمعة اللي بعدها والساعة 3 الصبح لقوا ابنه الثاني ميت. هاد اللي حاسبته صار، عمل عملته وما تحاسب. الجمعة اللي بعدها مات الابن الثالث على نفس التخت اللي مات عليه الأول، وهو عم يموت قال له لاحق أخي اللي مات. هون جن جنان الزلمة وما عاد عرف شو بده يعمل، وحس إنه في شي بالبيت وإنه شغلة وراها الكلب الصغير يلي قلتلكن عنه. لأنه نسيت إلكم، كان كل ما يموت حدا من أولاده كان هالزلمة يشوف الكلب واقف قدام البيت، قام من كتر ما تضايق منه رجع وقوصه وعمل حريقة كبيرة بالبيت وحرق فيها الكلب وأخذ مرته والولد اللي ضل وهربوا بليلة ما فيها ضوء قمر، وضل البيت مهجور وما عاد حدا فات عليه. يلي بعرفه إنه كان عامل توكيل لحدا مشان يبيع له البيت، والبيت انباع وبعدين أنا ما عاد عرفت شيء. زهير شو فهمتي لي من القصة؟ أنا فهمت كل شيء.